بيزيد ويقل، واسعاره دايما شغله الناس وبتسال عنه وبيبقى عاوزين يعرفوا هو وصل لايه. اكيد احنا بنتكلم عن الذهب، لو عايزين تعرفوا اسعاره خليكم معانا وتابعونا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج السهم على قناه الاموال، واللي ما عملش اشتراك في القناه يا ريت يعمل سبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد اول باول. بتواصل اسعار الذهب ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي من خلال التعاملات الامريكيه، مع ارتفاع الطلب على المعدن الاصفر كملاذ استثماري نقدر نستخدمه في ظل تراجع الدولار وانخفاض العائد على سندات الخزانه الامريكيه. وارتفعت اسعار الذهب النهارده علشان يحقق اعلى مستوى في اكتر من اسبوع، وجت اسعار النهارده في سوق الصاغه على الشكل التالي: سعر عيار 21760 جنيه، سعر جرام الذهب عيار 18 651 ونص، سعر عيار 24 868 ونص، سعر جنيه الذهب 6080 جنيه. نيجي بقى لأسعار الذهب عالميا اللي ارتفعت حوالي 1% لأعلى مستوى في أكتر من أسبوع مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسجل الذهب في المعاملات الفورية حوالي 1743 دولار للأونصة في نهاية جلسة التداول بارتفاع 86%. والعقود الآجلة الأمريكية للذهب تصاعدت لتوصل 8% لتبلغ عند التسوية حوالي 1743 دولار للأوقية، وهبط الدولار لأدنى مستوى في حوالي أسبوعين قدام مجموعة من العملات المنافسة، وده اللي بيخلي الذهب أرخص لممتلكينه من العملات الأخرى، ده غير إنه تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية. أما بالنسبة للمعادن النفيسة التانية، ارتفعت الفضة حوالي 96% لتوصل ل 25.13 دولار للأونصة، في حين زاد البلاديوم حوالي 4% ليوصل ل 2675.20 دولار للأونصة. أما عن البلاتين فوصل ل 2.3% ليوصل ل 1236 دولار للأونصة. وعشان بنتكلم عن الذهب وأسعاره، فكان في تصريح لرجل الأعمال نجيب سويرس عن توقعاته لأسعار الذهب، وده عشان هو يعتبر ضمن أكبر 10 مستثمرين في الذهب بإفريقيا، وبيسعى دايما ليصبح اكبر مستثمر في الذهب بالسوق المصري. قال رجل الاعمال ورئيس شركه اوراسكوم للاستثمار القابضه نجيب سويرس ان اسعار الذهب عالميا شهدت صحوه في الاسبوعين الاخيرين من بعد هبوط شديد، واضاف ان في تخوف من التضخم والفدرالي الامريكي ما رفعش اسعار الفائده وده ايجابي للذهب، واكد ان الحزمه التحفيزيه للرئيس الامريكي بايدن هتؤدي لرواج غير عادي داخل الولايات المتحده الامريكيه، وده بيصب في مصلحه الذهب، ده غير ان رفع اسعار الفايده مش في مصلحته. وتوقع نجيب سويرس اداء ايجابي للذهب على المدى القصير، واشار الى ان سعر الاونصه كان عند 1900 دولار وهبط ل 1700 دولار، وبينتظر عودته ل 1900 دولار مره تانية. وكانت اعلنت وزاره البترول والثروه المعدنيه المصريه مؤخرا توقيع 4 مع الشركه التابعه لرجل الاعمال المصري نجيب سويرس AKH Gold باجمالي استثمارات نحو 4.1 مليون دولار للبحث عن الذهب في 9 قطاعات بالصحراء الشرقيه.